لأول مرة. إذا الإكسبيرت سيستم شد أنا هو provide expert advice to managers at a different level to support decision making. نانا وين نركز بالتعريف؟ نركز provide expert advice. expert advice يعني نصيحة ذات خبرة. المن للمانجرز، شوفنا المن at a different levels. ليش نجي ليش at a different level؟ لما نجي هنا على يا level هي تشتغل، تشتغل مو بس على level واحد، تشتغل على ال operational level، ال operational and ال managerial اللي هو ال technical level. هنا طبعا اذا هي ال expert system provide expert advice to managers at a different level to support decision making. advice provide from من اجيب انا اجيب الادفايس اجيبها من شغلتي الرئيسيه من knowledge rule base. knowledge rule base knowledge يعني على اساس معرفه قديمه انا موجوده عندي، وعندي رول، عندي اسس، عندي قواعد، وعلى اساسها اقدر انطي ال expert advice. or inference engine. ال inference engine اي ان اعتمادا على الاستدلال، اقدر استدل من حقائق وحدات قديمه واقدر على اساسه انطي expert advice. زين ال advice provide in form of response to queries. هنا تجي فقط اهم نقطه هي response to queries. المدير او الشخص المسؤول يلقي استفسار، يلقي سؤال، وعلى اساس هذا الاستفسار والسؤال تكون الاستجابه. زين الاكزامبلز الليفل يا ليفل، اذا هي تشتغل على الليفل الادنى والليفل الوسطي اللي هو الاوبريشنال ليفل والمانجرال ليفل. الاكزامبلز طبعا كريدت كارد ابلكيشن سيستمز اول يكون اكزامبلز عليهم. الاكس بي ار سيستم عندنا ثلاث، بالنسبه قلنا احنا بكل سيستم اكو انبوت بروسيس اوتبوت. الانبوت اللي هي الداتا او المدخلات للسيستم، البروسيس الاكشنز اللي راح يصير على السيستم، والاوتبوت راح يكون هو الريزلت الفاينل ريزلت. اذا اني اول انبوت راح اني استلم من الاكسبير سيستم عندي شغلتين. اول وحده ريكوست فور هيلب، طلب مساعده، مدير اوبريشنال والمانجرال يعطون ريكوست فور هيلب. يعني ثاني وحده انسرز تو كويشنز، اجابه على سؤال. هذا بدل النقاط الاساسيه راح تدخل المن للسيستم. السيستم شنو عنده؟ عنده اول شيء عنده باترن ماتشنج. باترن ماتشنج يعني شنو؟ يعني عنده احداث قديمه او اكشنز قديم صاير، فعاليات قديمه ولقولها حلول، فيجي يقيس السؤال او يقيس الاكشنز او يقيس التاسكس الموجود حاليا، هل هو هذا التاسك حدث قبل لو ما حدث هذا التاسك؟ فاذا حدث ياخذ الحل مالته ويطلع على يا اساس. يقدر يتشيك عن طريق النوليدج بيس فاكتس اند رولز. اذن النقطة المهمة عن طريق الداتابيس القديم، قديم الاكشنز القديم، يجي يتشيك هل اكو شيء مقر. اذا حدث الاكشنز نفسه كان بيها، ما حدث الاكشنز نفسه شي يدور؟ يدور على اكشنز مقارب اليه، قريب عليه، جزء من عنده موجود وجزء من عنده غير موجود، وعلى اساسه يقدر ياخذ قرار. واذا ما لقى، لا يعني اذا ما اذا هذا الاكشنز هو اكشن جديد، يحاول يلقي له حل ويسيفه بالنولج اند بيس. طبعا الاوتبوت مالته راح يكون ريكومنديشن اند ادفايس. طبعا الاكسبير سيستم زين ار بيلت وذ كومبليت وذ كومبليتد نولج راذر ذان انفورميشن. اذا هي تبنى على اساس النولج اكثر مما تبنى على اساس الانفورميشن. احنا شرحنا شنو نولج وشنو انفورميشن. اذا هي تبنى على اساس النولج وليس اكثر من ما هي تكون معلومات. and the matching response to questions and fact rule in order to find solution or inference. اذا هو راح يسوي matching، يسوي قياسات على اساس السؤال مع الموجود مع القديم، ويحاول يجد هل احنا تعاملنا مع هذا السؤال قبل، هاي المشكلة صارت عندي بالمصنع تعاملت معها، هاي المشكلة صارت عندي بالشركة تعاملت معها قبل، وعلى اساسه اقدر استنتج او انطي الحلول او اقدر استدل اذا موجودة. اذا الاكسبير سيستم هي بروسيس يوزنج انفرنسنج، هي عملية معالجة او استدلال باستخدام عملية الاستدلال، ماتشنج
ماتش ريسبونس وذ رولز، الرول القديم انا اسوي ماتش هل هي مطابق رول لو ما مطابقه، او يوزنج ريزونج ميثود بيز اون نوليدج about specific problem domain or multiple knowledge. طبعا all of the above هو يكون الإجابة الصحيحة. هسا خلصنا الاكسبير سيستم، أقول النموذج الجديد اللي هو knowledge management system. طبعا بالاكسبير سيستم نعيدها بإعادة سريعة، أنا بد نسوي عملية ربط. الاكسبير سيستم، الاكسبير سيستم هو provide expert advice. أعيدنا بسرعة. ال TBS شطيني keeps record، ال TBS أول واحد keeps record for the status of organization. ال MIS شطيني provide information to managers and information. ال DSS شطيني provide result of analysis، result of analysis تحليل. ال Executive شطيني executive يعطيني information specifically need، محتاجة بالضبط. ال Expert system شطيني يعطيني provide expert advice to managers. بينما بال knowledge management شنطيني knowledge management هو provide organizational knowledge to my organizational knowledge، أي شنو؟ أي معرفة منظمة أو واضحة أو مرتبة، زين كون ذات دلالات أو معاني، to managers at a different levels to support decision making. طبعا هنا knowledge بال knowledge management knowledge understanding gained through education، طبعا عن طريق احنا النولج تجي عن طريق نحصل عليها عن طريق التعليم، experience عن طريق الخبرات، discovery استكشاف، intuition and insight عن طريق الاستدلال او النظريات. كان طبعا عندنا نوعيتين من النولج مانجمنت هي الاكسبلست والامبلست. الاكسبلست والامبلست، الامبلست تكون يعني مضمنه او موجوده، والاكسبلست تكون ظاهره أو يعني مبينة للعين. Then two types of information of knowledge اللي هي الإكسبلس والإمبلس. الأورجنايزيشنال نولج، طبعا احنا قلنا هنا الأورجنايزيشنال نولج، شنو هي الأورجنايزيشنال نولج؟ هنا الأورجنايزيشنال نولج هو knowledge of the people who work of the organizations. إذا هي في تعريف هي معرفة الأشخاص الذين يعملون في أي منظمة. إذا the organizational knowledge هو knowledge of the people who work for the organization. زين knowledge derived from، من احنا نحصل knowledge يعني وين تودينا؟ store documents، من بين document اللي أنا مخزون عندي راح أطلعه document وأتعامل معها. عادة document المخزونة عندي أطلعها أحداث قديمة، قوانين، كتب قديمة أطلعها، تكون عندي explicit knowledge. All collaboration among employers، collaboration among employers يعني موظف قديم يسأل موظف جديد، موظف ما عنده معرفة يسأل موظف عنده معرفة أكثر، وهكذا اللي هي تكون explicit and implicit knowledge. Knowledge provided from response to queries، طبعا إنها تكون response to queries استجابة لاستفسار معين. Knowledge management في أي level؟ تكون في جميع الليفلات الثلاثة اللي هي الاكسكيوتيف ليفل والمانجرال ليفل والاوبريشنال ليفل. زين مثال عليها انجينيرنج نولج مانجمنت سيستم. زين الاوفيس اوتوميشن سوفت وير از كومنلي يوز، طبعا يوز طبعا الاوفيس هو فور دوكيومنت بريبريشن، في اعداد الدوكيومنتس، دوكيومنت بريبريشن. ليش؟ انه طبعا عادة كلنا نعرف هو الاوفيس هو يستخدم في اغراض الدوكيومنتس. The type of activity supported by an office automation software would be communicate and schedule، طبعا communicate and schedule document preparation، طبعا نسوي عملية اعداد document analysis and merging of data، تحليل ودمج البيانات، and consultation of information. لذلك الـ office automation the software اللي هو الـ office automation software is commonly used for document preparation and so many types. طبعا هنا عندنا الـ office automation system، الـ input راح يكون عندي هنا الـ input اللي هي المدخلات الرئيسية، راح تكون عندي شنو يا عم، تكون document schedule or data. أنا راح أدخل document schedule data، شو يسوي لها؟ أدخلها هنا للسيستم الـ office automation system. الـ office automation شو يسوي لها؟ يسوي لها storing
merging, calculating, transporting. According to what? According to Office Automation System Database. سوالها process على شيء طلع لي message, report and schedule. طبعا هاي الرسمات كلها مهمة جدا. Now, a team of work and a team that form and disband and needs with members coming and going and the size fluctuating up. طبعا هنا عندنا team مجموعة يجتمعون فيكون عندنا يسموه virtual team. الإجابة الصحيحة هو virtual teams. طبعا مجموعة من التيم يجتمعون من عدة أماكن مختلفة باستخدام أنظمة المعلومات. إذا الـ membership of virtual team is fluid with team and members coming and going as needs by the project. يجون ويروحون اعتمادا على الاحتياج في البروجكت. هنا أنا. What is the general name of information system that supports a specific set of activities for a discrete area of the organizational. طبعا هنا عندنا هو functional area information system. Functional area information الإجابة هي الصحيحة. Functional area information system are across of organizational level designed to support a specific functional area. طبعا هنا أنا. Functional for وظائف في أنظمة المعلومات يا TBS أو IIS DSS and example. طبعا هاي يعني بتكون تتابعوها محل مهمة. And examples for functional area. طبعا هاي هم مطلوبة مو مهمة. هذا السلايد الـ executive level نفس الشرح القديم واحنا شارحين راح نشرحها بس فقط للفهم ما مطلوب من عندك. executive طبعا طبيعة الديسيجن يكون unstructured. المانجرال طبيعة الديسيجن يكون سيمي ستراكشر والاوبريشنال راح يكون ستراكشر. طبعا دول كل واحد من دول كل سيكتورز وطبعا اعتمادا على السيكتور ماله وهكذا. فهذا فقط للاطلاع احنا اوريدي شارحين بالسلايدات السابقة. طبعا هنا نفس الحالة البزنس بروسيس سبورتد باي فيريوس فانكشن هم مطلوبة فقط للاطلاع. Now what is the general class of information system supported collaboration across space and time. طبعا هو ما هي الـ information system اللي احنا نقدر نستخدمها على اساس التعاون يعني مع اخذ بنظر الاعتبار يعني الوقت والزمان. طبعا هذا يسمى بالجروبوير. الجروبوير is the general class information system that support the transaction that may be originate in one nation and end in another. They can have centralized or decentralized structure. اما يكون centralized او يكون decentralized structure. يعني يكون مركزي او غير ذات هيكلية مركزية او غير مركزية. زين. Which of the following are not type of a global. شوف global information system. قلنا احنا global information system يعني الانظمة اللي تعابرة للحدود. اللي هي تكون أنظمة تنتشر في الكثير من البلدان. طبعا Executive Information System يعني عادة قلنا احنا Executive يكون فقط مقتصر على المدراء المسؤولين الأشخاص التوب مانجمنت رئيس مجلس إدارة وزير شخص ذات علاقة يعني عدد قليل. لذلك هذا ما يكون Global يكون محصور في بلد واحد والباقيات تعتبر هي من ضمن Operational Level. DSS طبعا هي تكون interactive level. هذا هم مطلوب من عندك.